من الفنانة المصرية يسرى ومواطنتها المخرجة إيناس الدغيدي لهجوم أثناء تواجدهما في لندن وصل إلى حد الاعتداء عليهما بالضرب. وذكر موقع النشرة أن يسرى وإيناس توجهتا إلى الساحة ترافل جارد وسط لندن للانضمام إلى الجالية المصرية التي كانت تنظم حفلاً كبيراً بمناسبة نجاح الثورة المصرية وسقوط نظام حكم حسني مبارك، في حين رفض أبناء الجالية اشتراكهما في الحفل، وحدثت مشادة كلامية انتهت بالتطاول بالأيدي عليهما. وقال المحتفلون أن إيناس ويسرى كانتا تدعمان نظام الرئيس مبارك وقت الثورة، كما أنهما هربتا من مصر وقت الأزمة.